كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. يلا قاعة جوج 245 نتواجد الآن برحاب مركز مباراة إجراء أطر مباراة توظيف أطر نظامية الأكاديمية الجهوية للجهات الأكاديمية الجهوية وتوكيل جهة فاس بالناس. طابع أو السياق اللي تأتي فيه هذه المباراة السنة اللي عرفت مستجدات أهمها أو تحديدا هي يعني تحديد السقف السن في حدود 30 سنة، والهدف منه يعني الاستثمار في العنصر البشري فيما يعود بالنفع على المنظومة. هذه المعايير المعتمدة الجديدة المعتمدة من طرف الوزارة، الهدف منها هو يعني البحث عن الجودة، أجود طلبة، أجود الطلبة المقبلين على تقلد هذه المهمة، والاستثمار فيهم أيضا على اعتبار أن تحديد السقف 30 سنة هو استثمار في العنصر الموارد البشريه باعتبارها هي بوابه اصلاح. وهذا الشيء بطبيعه الحال هو السياق العام، وهو اصلاح منظومه التربيه والتكوين انطلاقا بطبيعه الحال من قانون الاطار وايضا من خلاصات تقرير النموذج التنموي. هذا الصباح على غرار 8 مراكز محدثه على مستوى الاقليم فيما يخص المباراه عرفت يعني واحد انسيابيه في الدخول مع احترام بطبيعه الحال التدابير الاحترازيه. بطبيعه الحال هذه العمليه يعني تنظمت تضافر الجهود ديال الاطر، مجموعه ديال الاطر الاداريه والتربويه بالمؤسسات اللي سهرت على انجاح هذه المباراه بطبيعه الحال انطلاق في اجواء جد عاديه. هذا اليوم طبعا مشهود لان كتمر فيه واحد العمليه اللي مهمه ديال الامتحانات ديال الولوج ديال اساتذه المستقبل ان شاء الله ديال الاطر النظاميه. وحنا لتسهيل هذه العمليه طبعا كما لاحظتوا في المدخل ديال المؤسسه كنقوموا بتسهيل العمليه على الطلبه للولوج للاقسام ديالهم عبر واحد التطبيق اللي نتجته الاكاديميه والوزاره مشكورا، اللي كيسهل العمليه بحيث كنتعرفوا على الهويه ديال الطالب بسهوله، وتا القاعه ديالو باش كنسهلوا العمليه عليه باش يولج القاعه ديالو في واحد الظرف وجيز. كل الاطر فهي جنود مجنده اللي كتخدم هذه العمليه ديال الامتحانات باش تمر في احسن الظروف، مع طبعا الوقوف على جميع الاحترازات الاجراءات الاحترازيه والاحترام ديالها باش تمر الامور ان شاء الله ويتحقق الهدف المنشود وهو انجاح هذه العمليه المرتبطه بالاطر الاكاديميه والنجاح ديالهم ان شاء الله، لان هادو هما اساتذه المستقبل. دونك فاز هذا العام هذا المباراه التعليم ووجدت الاسم ديالي من بين الطلبة الملتقين باش انهم يدوزوا الامتحان، وكنلاحظ بلي الامتحان كان في صورة جيدة واسئلة في المتناول، يعني لانهم مجد وكذا اكيد غادي يدوز مزيان، وحتى الاجواء ديال الامتحان كانت جد مناسبة، كاين هدوء في القسم، الاساتذة اللي كيحرصونا مزيان الحمد لله من ضابطين، يعني الاجواء كانت جد مناسبة باش اننا ندوزوا الامتحان ديالنا. أجواء مناسبة.